يحمل جدل كبير، ويمكن كان له سوابق أو له مقدمات خلينا نقول في الفترة اللي فاتت. مش خافي على حضراتكم قد إيه ناس مهتمة وكلنا معنيين بمشاركة أو بمصير أو بالطريقة اللي بيلعب بيها محمد صلاح النجم طبعا العالمي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي في المنتخب الوطني؟ شوية الناس بتشكك في أدائه ومن ثم بتشكك في وطنيته، شوية تانية الناس بتتكلم عن ليه محمد صلاح مش داخل في منظومة الكورة في مصر، وليه مش متوائم مع المنظومة دي، وليه دايما في خلافات أو ليه دايما في كلام كتير عن أدائه. إيه الجديد النهاردة؟ الجديد كان في مؤتمر صحفي في اتحاد الكورة، طبعا مدير المنتخب إبراهيم حسن أكد أنه استبعاد محمد صلاح دي بقى المفاجأة. محمد صلاح هيستبعد نتيجة أو بناء على طلب محمد صلاح نفسه ونادي ليفربول. إبراهيم حسن قال أنه الخطاب وصل لاتحاد الكورة لاستمرار تأهيله في النادي، وأن الجهاز الفني للمنتخب تفهم واحترم وجهة نظر محمد صلاح والنادي، عشان كده تم استبعاده بناء على طلبه. يا ترى ايه سبب القصة دي؟ وليه محمد صلاح يطلب انه يتم استبعاده؟ ليه محمد صلاح يطلب ان يتم استبعاده؟ ايه كواليس القصة وايه الحكاية من وراها؟ نسأل الأستاذ أحمد فوزي العريان رئيس تحرير موقع في الجول. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، أهلا وسهلا. ايه الكواليس وليه محمد صلاح يطلب استبعاده او النادي يطلب استبعاده؟ يعني هي معلومه ان هو في يعني مش خلافات ولكن سوء كده تفاهم ما بين الجهاز الفني ومحمد صلاح، طبعا لا تخفى على احد منذ عده ايام. كان البدايه بتاعتها او بدايه انتشارها لما نزل او نزل خبر ان ليفربول بعت خطاب لاتحاد الكوره بيطلب فيه اعفاء محمد صلاح من التواجد في المعسكر القادم حتى لا تعود الاصابه ليه، حتى لو شارك في المباريات اللي جايه، لانه لما رجع من الاصابه بعد امم افريقيا ومع اول مباراه تجددت الاصابه وغاب على اسرائيل حتى عاد للمشاركه فيها الخميس الماضي. وقتها بدا الناس تتكلم، وحتى طلع استاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وقال ان ابراهيم حسن كمدير المنتخب حاول التواصل مع محمد صلاح ولكن محمد صلاح لم يرد على اتصالات الجهاز الفني حتى الان. وبعد كده سمعنا برضو ان الوزير هو اللي قال هيتدخل لتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين وحل الازمه. فكل ده في الاخر وصلنا له لان النهارده بعد ما كان اتحاد الكره اعلن ان محمد صلاح ضمن المستدعين في قائمه المحترفين يستبعد من التواجد في المعسكر المقبل، مع اكتفاء كابتن حسام حسن بقول ان محمد صلاح هو اللي طلب وان مش هنضم اي لاعب لمنتخب مصر بشكل اجباري. يعني نقدر نقول ان ده جزء او وجه من وجوه الازمه الخفيه اللي بين يعني الاداره الفنيه الجديده للمنتخب المصري وبين محمد صلاح، صحيح الكلام ده ولا؟ بصي، اقدر اقول ان عدم وجود محمد صلاح في معسكر منتخب مصر في بطوله وديه رغم عودته من الاصابه امر عادي ممكن يحصل، بما انه لسه راجع لانه راجع من الاصابه، وعادي ان هو فعلا يكون مش عايز يحمل على نفسه اكتر علشان لا تعود الاصابات فيكون جاهز لما تبقى في الموسم. لكن الفيصل ده هيتكرر في المباريات القادمه سواء كانت وديه او لا، ولا مش هيتكرر؟ بالظبط كده هو. والاكيد ان انا كنت عايز اقوله تاني ان هو اكيد المشهد اخرج بشكل سيء لينا، لان التواصل كان هو اللي هيحل كل ده ما بين الاثنين. وان هو كابتن حسام اهلا بيك، انا مرحب ان انا اكون معاك بس انا مش عايز اكون معسكر اللي جاي موجود، خلاص تمام ماشي، وقلت البيت مفتوح ليك المرات اللي جايه. حتى تخرج الامور كانه ما فيش اجواء سلبيه يعني او ما فيش تداعيات سلبيه. بالظبط، هو كاكشن عادي بيحصل ولكن كطريقه اخراج هو لا مش شكله حلو طبعا. طيب تتوقع تمشي العلاقه ازاي بين حسام حسن ومحمد صلاح في الفتره القادمه، خصوصا انها بدات كده بدايه مش يعني مش ولا بد زي ما بيقولوا؟ بص، طبعا هو ده متوقف على رغبتهم الشخصيه، ولكن الصح واللي المفروض يحصل ان حسام حسن جاي منتخب مصر وهو عايز يكرر نجاحه كلاعب كمدرب ويبقى يكتب تاريخ للكره المصريه بعد سنوات من المحاولات للوصول للمركز ده، وان محمد صلاح عايز يعمل تاريخ مع منتخب مصر زي ما عمل مع ليفربول علشان تبقى مسيرته رائعه دوليا ومع الانديه، فيبقى يخلد ضمن الاساطير بتاعت الكره المصريه اللي توجوا ببطولات مع منتخب مصر. اذا فالهدف واحد بين الاثنين، فالمفترض ان هو ده يبقى دافع اكبر من اي خلافات ان هم يتعاونوا علشان كل ينجح في مجاله.
لان حتى محمد صلاح لازم كمان يدرك ان هو العمر تقدم وما يتبقى ليه مع منتخب مصر مش قد اللي فات، فالفرص النجاح بتقل. ليونيل ميسي لما حب ياخد بطولات مع الارجنتين كان عارف ان هي المحاوله الاخيره ليه في كوبا امريكا والمحاوله الاخيره ليه في كاس العالم، وكان ممكن يموت نفسه حرفيا علشان ما يبقاش خرج من مسيرته، رغم ان هو احسن لاعب في العالم 7 مرات من غير ما ياخد بطوله مع المنتخب. فده طيب. عند محمد صلاح طيب. برضه لازم يدركه تماما. طب انت بتقيم ازاي وجود او غياب محمد صلاح عن المنتخب؟ يعني هل وجود محمد صلاح بيؤدي الغرض الكامل، نجاح في المنظومه ككل، اداء احسن، حماسه اكبر للفرقه، ولا غيابه ممكن يخلي بعض اللعيبه انها تتحفز وتثبت نفسها وتؤدي بشكل افضل في الملعب؟ طبعا هو كل شيء وارد، الحالتين واردين، ولكن هو بدون شك ما فيش فصال ان احنا نقيم وجود محمد صلاح هيكون مفيد ولا لا. طبعا هو لازم يكون مفيد، لانه هو اي مكان في العالم هيتواجد فيه محمد صلاح مش بس منتخب مصر هيكون مفيد ليه. لو تواجد في ريال مدريد هيكون مفيد لريال مدريد محمد صلاح، لو تواجد في برشلونه او ايا كان الفريق هيبقى اضافه للفريق، وبالتبعيه برضه منتخب مصر فوجود محمد صلاح ليها بيكون امر ايجابي مش سلبي. هل غيابه هيخلق الدوافع لدى اللاعبين ان هم يؤدوا بشكل استثنائي علشان يظهروا؟ برضه طبعا زي اي فريق اللي هي معروفه ان هو لما يطرد منه لاعب مثلا فاللعيبه تقاتل علشان تحاول ان هو تعوض غياب اللاعب اللي ناقص. فنفس الفكره لما بيغيب النجم اللعيبه لو اتشحنت كويس وتحصلها دوافع كويس من المدرب هيقاتلوا عشان يثبتوا افضل ما لديهم. ده شيء لن يقول لنا ان هو مثلا محمد صلاح ده نقطه ضعف في المنتخب او غيابه افضل، لا ده شيء طبيعي وبديهي لاي فريق بيفقد نجمه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد فوزي العريان رئيس تحرير موقع في الجول.